شهدت مصلحة الجراحة العامة بالمؤسسة العمومية الاستشفائية ابن باديس يملول محمد بولاية سيدي بلعباس إجراء أول عملية جراحية عن طريق المنظار للمرضى المصابين بالفتق الأربي أغنية إنجينال، حيث تعد هذه العملية الأولى من نوعها على مستوى الغرب الجزائري، وهي تقنية حديثة تعود بالإيجاب على المريض كعدم الإحساس بالألم، إضافة إلى فوائدها التجميلية. سارة لاليمي. هذه العمليه بعد ان نعاود نعرفوها، هذه العمليه هي لا تاب توتالي اكسترا بيريتونيال اغني سو سيريو افيك توتالي اكسترا بيريتونيال. الجراحه بالمنظار هي الفتق على مستوى الفخذين بالمنظار. هذه العمليه جرت لاول مره هنا في الغرب الجزائري، وعندها عده محاسن تجميليه، وسيرتو عندها لي زونفونداج تاعها اليفيت لي كومبليكاسيون بوست اوبيراتوار ا لون تيرم. العمليه ناجحه لا تيب، دونك قلنا هذه عمليه على بوكو دافونتاج في لايغني بيلاتيرال في من ناحيه التجميليه دو بلون استيتيك، ومن ناحيه لي ريسيديف دونك لازم الجراح يكون مكون في العمليه. راني غايه، راني نحس خير من اللي كنت في الاول. فلو كنت عندي واحد لي دولار ننظر، بصح دوك ما راش عندي لي دولار. اليوم عندي 21 يوم، راني نحس روحي نتحسن خير من اللي كنت. كشف مدير الصحة لولاية جيجل عن تسجيل 5 حالات إصابة بفقدان المناعة المكتسبة أو كما يعرف بداء السيدة، مشيرا إلى تكفل المصالح الاستشفائية بهذه الحالات المسجلة، وهذا على هامش الاحتفالية المزدوجة الخاصة باليومين المغاربي والعالمي الموافقين للثاني والثالث من شهر ديسمبر من كل سنة للأشخاص المعاقين. أيمن عبد الرحيم. حقيقة فيما يخص هذا المرض عدوى السيدة، ولاية جيجل سجلت 5 حالات منذ أول جانفي إلى يومنا هذا، وهذه ال5 حالات هي حالات معروفة وكانت لونكات ابيديمولوجيك دارت، وهما حاليا يسون بري اون شارج او نيفو دو سي اتش دو كونستانتين اي دو القطار الجي. نفى مدير الصحة والسكان لولاية سكيكدا محمد نصر دعماش على هامش ملتقى جهوي الذي نظمته المديرية لمهنية القطاع ونشطه خبراء وأساتذة من عدة ولايات تسجيل أي حالة مصابة أو إصابة بمرض فقدان المناعة السيدة في الولاية بحسب ما أشيع في وقت سابق عن وجود شخص مصاب بهذا المرض على مستوى المؤسسة الاستشفائية محمد دندان، مؤكدا بأن المعني تم إخضاعه لبرنامج خاص قبل لأن يتبين بأنه مصاب بمرض آخر. المزيد مع محمد حمادة. فيما يخص الإحصاء، أنا الحمد لله احنا مرتاحين اليوم باش بوغ انونسي كو لا ولاية دو سكيكدا نا اوكان كا دو سيدا. Officiellement, aucun cas de sida. Il y a eu une suspicion d'un cas de sida au niveau de la wilaya, au niveau de la daïra de Azaba, au niveau de l'hôpital, donc qui a été prise en charge très rapidement. Ensuite, il s'est avéré que c'était un autre problème. Donc, au niveau des statistiques, la wilaya de Sida, à ce jour, n'a aucun cas de sida déclaré. تفشت ظاهرة التسول بالأطفال بولاية سطيف في الآونة الأخيرة بشكل كبير، ما جعل المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني تطالب الجهات المسؤولة بتفعيل القانون وتجريم استغلال الأطفال من طرف ذويهم مهما كانت الحجة. تقرير لفارس شايب. طلب المال أو التسول بداعي الفقر أو الاحتياج يتضح أنه أصبح لم يجدي نفعا مع ذوي النفوس المريضة، فلكسر هذا الكساد من طرف هؤلاء تراك تشاهد بولاية سطيف أطفالا أبرياء في كل ركن وكل زاوية، لم يشفع لهم حتى سقيع المنطقة، يستغلون كثالوث في معادلة الضغط على أصحاب القلوب الرحيمة. أنا واحدة من الناس، أنا ديما نشوف واحدة توسيت بلا بوسيس مع ابنها، مريض اسمها للبرد هكذاك، عطيتو لو بيبغون فوا سيركيلاسيون
كون تجي وحده اون فيتيس يدحسوا هذاك لي بيبي هذاك. ورا من الناس المسؤولين وغدوا يشوف واحد حاكم الطفل حطوا تولي يطلب به ما يخليهش يطبق عليه القانون. التسول في حد ذاته ممنوع، مستعمل الاولاد سي بير. فحال هذه البراءة التي يندى لها الجبين ترجعها منظمة حماية الطفولة بالجزائر إلى عدم صرامة في تطبيق القانون. شكل من أشكال الاقتصاد الاستغلالي للأطفال، التسول باستعمال الطفل، هذا شكل من الأشكال، وهذا أيضا منافي للقانون الجزائري. معناها القانون الجزائري يعاقب على مثل هذه الممارسات، ولكن التنفيذ فيه بعض الصعوبات. إلى حين الرجوع إلى منطق القانون تبقى هذه الفئة الهشة تطارد ضمير هذا المجتمع الذي اعتاد وتعود على هذه المشاهد ولم يكترث لقول خير الأنام: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. تعرف العديد من المؤسسات التربوية بولاية البيض تأخرا كبيرا في مدة إنجازها، والأمر الذي أرق السكان والتلاميذ. نور الدين الرحماني. تحول تأخر إنجاز الهياكل المدرسية بولاية البيض إلى هاجس للسكان، فبين النقص الفادح في المطاعم والأقسام وتأخر استلام المجمعات المدرسية يعاني الأطفال ومعهم الأولياء. خصنا المدارس ابتدائية، عندنا 40 واحد في القسم راه يقرا، ها مازال ما نطلقوا لنا، ما سقدوناش فيها كاع. تاع ابتدائية يبنوها لنا هنا ما بنوناوش لنا، وولادنا راهم يقطعوا آلاف الأميال باش يمشوا يدرسوا. مبني هذا اللي يكون ثلاث سنين، مطعم ما فيهش، تعرفوا شنو هو مطعم؟ كسكرو تعطيه قرعة قطي تاع 1000 وخبزة قدر هكا يقول لك راني نقري فيه. يا المديرة واش راها دير؟ المسؤولين واش راهم يديروا؟ المسؤولين وين راهم؟ مدير التجهيزات العمومية بالبيض أرجع تعطل إنجاز الهياكل المدرسية إلى المشاكل التي تعاني منها المديرية مع مقاولات الإنجاز. مشاكل متعددة، من بينها قال بعد المسافات على لي سورس دابروفيزيونمون، عدم مرافقة أحيانا لي زونتربريز في المشاكل تاعهم هذا، وكثرة المشاريع اللي كانت تشرف عليها هذه المديرية، قلة اليد العاملة المؤهلة. ما نقولوش ما عندناش يد عاملة، عندنا، وشاهي لونتربريز أنا من هالمنبر نحكي باللي كي يكون عنده يكون موتيفي. تحقق ولاية البيض سنويا نتائج مميزة في امتحانات آخر السنة الدراسية، نتائج لا تعكس قيمتها الهياكل الموضوعة تحت تصرف القطاع. هي قصة فريدة لناجح من ذوي الاحتياجات الخاصة من ولاية باتنا، تمكن من اقتحام عالم المقاولاتية من بابه الواسع، وراح يحقق نجاحات تلو الأخرى رغم صعوبة مجاله. التقرير لسعيد حريك. وجماعة تاعت الباس تاع الفساد وين راهم واصلين؟ أرم الكاميرا ويخدم في الاستاسيون. بهذه الطريقة ومن هذا المكتب يتابع المقاول المكفوف سمير بن خميس مشاريعه السكنية في ولايتي باتنا وبسكرة. جست 210 سكنات في البرنامج القديم تم تسليمها، سوميسيونيت في بسكرة، ديت معهم 90 لوجمان ونجزتها. في المقابل الثاني تعاودوا عيطوا لي في باتنا استخدمت 20. وبطريقة مدهشة يعلم المقاول سمير بن خميس تفاصيل مشاريعه ونسب الإنجاز رغم أنه لم يرى النور يوما في حياته. دوك حاليا نقول لك في بسكرة راني عندي 3 بلوك 4 بلوك راهم لبسين 5 راني فيه، تروح تلقى الواقع دوك كي تروح تلقاه راه على بالي واش مزيان، راه صاد في الجهة الفلانية راه خدم فيها 4 بانو، على بالي بلي دو بلوك الاخرين راهم في الدار دو سول، على بالي بلوكات الاخرين راني مركب لي كادر. انا نقول له المجاهد يمشي للجزائر وحده، يمشي للخنشلة وحده، يمشي يعني الاداره، والاداره في بسكره والله في نتاع يحترمونا به هو. ومام السكان ثم ملقبيننا بعمال الشناوة لان البروجي ماشي فور يعني في ذاك الحي. يذكر أن لسمير بن خميس شهادة محام ومتحصل على اعتماد مرك عقاري وترخيص لإنجاز محطة خدمات. وجه أعيان ومشايخ الزاوية الشيخية بولاية سعيدة تشكراتهم مرفقة بتهانيهم الخالصة لقناة النهار بمناسبة احتلالها المرتبة الثانية عالميا. الأعيان اعتبروها فرصة أخرى لإثبات جدارة الفريق العامل بقناة النهار. محمد عمراني. النهار نهنوها تاع
تهنئة لها بمناسبة نجاحها والمرتبة الثانية التي أخذتها عالميا، وهذا تشريف لنا وللوطن وللجزائر وللتاريخ. مع العام والخاص والمحتاج والأمور ككل تكلم فيها بكل صراحة بكل توضيح، ونهنئ أنفسنا لأنها لنا ونحن لها وكلنا للجزائر. إن شاء الله الله يزيدها نصر على نصر، وأتمنى إن شاء الله أن تزيد في مسيرتها إلى الأمام بدون تأخر إن شاء الله. نهنئ قناة النهار للمرتبة العالمية الثانية عالميا التي كانت تمثل الصدق والمصداقية وقلب الحقائق بالنسبة للمجتمع الجزائري داخل الوطن وخارج الوطن. وصلنا إلى ختام الموعد المحلي، لكن لا بأس أن نذكر أنه مشاهدينا الكرام يمكنكم تحميل تطبيق النهار لأجهزة الأندرويد على جوجل بلاي بكتابة النهار تي في بالعربية والفرنسية لتصلكم إشعارات الهام والعاجل. شكرا لكم على طيب المتابعة والإصغاء، في أمان الله وجمعة مباركة.